لكن دلوقتي مع أشهر نجمات العالم اللي تنافسوا في الأناقة في الفاشن أوردز في لندن. الحفل أقيم في الرويال ألبرت هول وحضروا أكثر من 4000 من المشاهير والمتخصصين في الموضة. والحدث ده يعتبر الأوسكار أوف فاشن، وعلشان كده الريد كاربت كانت مليانة بالمفاجآت. وبما انه الايفنت عن الفاشن فاكيد كان في جلامر كتير، فحضروا التوب مودلز المصممين والسيلبرتيز على الريد كاربت الساحره دي. فالسلم الطويل ده اتزين بالشموع مع سيركل كبيره من كريستال السواروفسكي، والنجوم بوزد للصحافه قدام الباك دروب ده. الازياء كملت الجلامرس مود، فمعظمها كانت اليجنت ومش مبالغ فيها. فكارلي كلوس اللي بتحب البساطة اختارت فستان اسود مع ستيتمنت بيلت من تصميم ستيلا ماكارتني. وبالشيك ستايل سحرت كيت موس الكل بفستان فينتج فيلفت. أما ليدي غاغا فلفتت الأنظار بفستان اسود مع ترين من الخلف من تصميم براندن ماكسويل اللي حضر معاها. We've been friends for many years and we've worked together a long time and I just love watching him grow as a designer. I feel so beautiful in his clothes. وبالاسود كمان لكن بستايل مختلف حضرت نايومي كامبل بالشير دريس من تصميم الكساندر ماكوين، لكن نيكول شيرزينجر كانت الاجرى وحبت تعمل ستيتمنت بالديزاين ده من جوليان ماكدونالد. جوليان ماكدونالد شيروسكي كريستال سبيشال ديزاين كات سوت اند سبيشال ديزاين كيب فور نيكول فور ا فيري سبيشال اوكيجن. And I feel very special. والبعض شاف انه اختيار نيكول ما كانش مناسب للحفلة زي اختيار سلمى هايك بفلامينكو ستايل دريس من تصميم جوتشي واللي زينته بعقد كبير من الماس. لكن the queen of the red carpet كانت جيجي حديد اللي حضرت ببانتس جاون باللون الفضي من تصميم اتليه فيرساتشي، وعملت شعرها بان وحضرت معاها والدتها يولاندا. وجيجي مش بس تألقت على الريد كاربت الليلة دي، لكنها سيطرت على الرانويز في أهم العروض خلال السنة، فاستحقت جائزة The International Model of the Year واللي تنافست فيها مع أختها بيلا وصحبتها المقربة كيندل جينر. وقدمت لها الجائزة دوناتيلا فيرساتشي اللي على علاقة قوية بيها وكانت متأثرة جدا. أما جائزة الأوتستاندينج أتشيفمنت فكانت من نصيب رالف لورن اللي قدمها له واحد من أكثر النجوم أناقة ديفيد بيكهام. When you talk about a lifetime achievement, I feel like I'm still 22. It's incredible because Ralph called me a few weeks ago and he said, you know, I'm receiving this award and would you present it? وبسبب صداقة نايومي كامبل بالكرييتيف دايركتور الكساندر ماكوين سارا بيرتن فقدمت لها جائزة البريتش براند. Very humbling being up here tonight. There's so many amazing people. I feel very humbled.